السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلبة، نستكمل معكم سلسلة دروس حياة 804 للمستوى الثاني ثانوي الفصل الرابع. نستكمل جهاز الغدد الصماء. أهدافنا لدرس هذا اليوم عبارة عن وظائف الغدد التي تكون أو التي تكون في جهاز الغدد الصماء. الهدف الثاني راح نوضح دور الجهاز الغدد الصماء في الحفاظ على اتزان الجسم. أما الهدف الثالث عبارة عن راح نصف آلية التغذية الراجعة في تنظيم مستوى الهرمون في جسم الإنسان. جهاز الغدد الصماء في جسم الإنسان يتكون من الغدد. هذه الغدد الصماء تكون ما يسمى بالهرمونات. فلو قلنا ما المقصود بالهرمونات، الهرمونات عبارة عن مواد كيميائية تؤثر في خلايا ونسيج الجسم، فبالتالي تستهدف عضو معين فيأتي استجابة محددة وتطلق في مجرى الدم. هناك نوعان من الهرمونات. بداية عندي الهرمونات الاستيرويدية، النوع الثاني عبارة عن هرمونات الأحماض الأمينية. الهرمونات الاستيرويدية، نتعرف على الهرمونات الاستيرويدية اللي هي آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية. مثال على الهرمونات الاستيرويدية عبارة عن هرمون الاستروجين وهرمون التستوستيرون. لابد من معرفة آلية عمل هذان الهرمونان في جسم الإنسان، أو بشكل عام الهرمونات الاستيرويدية. بداية هذا عبارة عن الهرمون، كيف سوف يتم استجابة جهاز الغدد الصماء في جسم الإنسان إلى هذا الهرمون. سوف يدخل الهرمون الاستيرويدي عبر الغشاء البلازمي. ألاحظ هنا هذا عبارة عن الغشاء البلازمي. هذا عبارة عن الغشاء البلازمي. الهرمون سوف يتم اتحاد الهرمون مع مستقبل الخلية. مستقبل الخلية وين يتواجد يتكون، أو مستقبل الخلية متكون في داخل نواة الخلية. سوف يتم هذا الهرمون اللي تكلمنا عنه، هذا هو الهرمون، وهذا المشار إليه باللون الأخضر عبارة عن المستقبل. فبالتالي اتحاد الهرمون مع المستقبل وين راح يصير؟ وين راح يتكون؟ داخل نواة الخلية. عزيز الطالب، لابد من الإشارة إن عملية الاتحاد تتم داخل نواة الخلية، فبالتالي راح تتحفز جينات محددة على إنتاج بروتين معين. هذا البروتين المعين سوف يقوم بالتأثير المطلوب. هذا آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية. لو انتقلنا إلى النوع الثاني من الهرمونات عبارة عن هرمونات الأحماض الأمينية. عندي نوعين من الهرمونات أو أمثلة على الهرمونات الأمينية، عبارة عن هرمون الأنسولين وهرمون النمو. لماذا لا تستطيع هذه الهرمونات أن تعبر الغشاء البلازمي للخلية المستهدفة؟ لأن سابقاً إحنا نفس ما نعرف أن هذا الغشاء البلازمي، يتكون من دهون، لذلك عملية عبور الهرمونات الاستيرويدية صارت بسهولة بالنسبة إلى الغشاء البلازمي. أما بالنسبة إلى النوع الثاني الهرمونات الأحماض الأمينية، لا يستطيع هذا الهرمون، هذا الهرمون لا يستطيع العبور والدخول إلى داخل الخلية إلا بارتباطه مع مستقبل، وهذا المستقبل راح يكون، هذا هو المستقبل، في الغشاء البلازمي. فلو قلت لماذا لا يستطيع أو لا تستطيع هذا النوع من الهرمونات العبور بداخل الخلية المستهدفة، ليش؟ لأنها تتكون من الأحماض الأمينية وليست من الدهون. نتعرف على آلية عمل الهرمونات الاستيرويدية. الهرمونات الأحماض الأمينية كيف يمكن أن تعبر خلال الغشاء لتؤدي دورها؟ بداية ترتبط مع مستقبل الخلية في الغشاء البلازمي للخلية المستهدفة، هذا الهرمون، وهذا عبارة عن
المستقبل. هذا المستقبل هذا عبارة عن الهرمون. فعملية الاتحاد حدثت في الغشاء البلازمي. هذا الاتحاد سوف يعمل على تنشيط إنزيم داخل الخلية، فبالتالي يبدأ ويحفز التفاعل الكيميائي للحدوث في داخل الخلية المستهدفة، فيعمل على استجابة الخلايا. فالغدد الصماء في جسم الإنسان راح نتعرف عليها. أول نوع من الغدد نتعرف عليها عبارة عن الغدة النخامية. الغدة النخامية بداية تقع في قاعدة الدماغ، فهذه عبارة عن الغدة النخامية. تسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد الصماء، فمن الممكن أن ينطرح سؤال: لماذا تسمى الغدة النخامية بسيدة الغدد؟ بداية لأن هذه الغدد أو هرمونات الغدة النخامية تعمل على تنظيم رقم 1 وظائف الجسم، لابد من الإشارة إلى رقم 2 راح تنظم عمل الغدد الصماء الأخرى، ورقم 3 تعمل على أنسجة بدلاً من عضو مثل هرمون النمو الذي يؤثر على النسيج العضلي والنسيج العظمي. ننتقل إلى غدة أخرى وهي الغدة الدرقية. أين تتواجد الغدة الدرقية؟ تتواجد في الرقبة، تتواجد في الرقبة أمام القصبة الهوائية. ما أهمية هذه الغدة؟ أهميتها راح تفرز لنا نوعان من الهرمونات: هرمون الثايروكسين، هرمون الثايروكسين رقم 2 عبارة عن هرمون الكاليستونين. لابد من معرفة أهمية كلا الهرمونان. هرمون الثايروكسين عزيز الطالب يعمل على زيادة الأيض في خلايا الجسم، أما بالنسبة إلى هرمون الكاليستونين فهو يعمل على تنظيم الكالسيوم في الجسم. شلون يعمل على تنظيم الكالسيوم في الجسم؟ احنا نفس ما نعرف ان الكالسيوم مهم، الكالسيوم مهم لتكوين العظام وتجلط الدم ووظائف الخلايا العصبية وانقباض العضلات. ننتقل الى الهرمون الثاني اللي راح تفرز الغدة الدرقية وهو هرمون الكاليستونين. كيف يعمل هرمون الكاليستونين؟ هرمون الكاليستونين عندما يرتفع مستوى الكالسيوم في دم الإنسان سوف يتم إفراز هرمون الكاليستونين. ما هي الإجراءات اللي بيقوم بها هرمون الكاليستونين للحفاظ على كمية أو مستوى الكالسيوم في الدم؟ بداية يعمل على امتصاص الكالسيوم وترسبه في العظام، هاي رقم 1. رقم 2 لابد من معرفة أنه يعمل على تحفيز الكلية في إفراز أو من إفرازه في البول. ففي البداية نقول حفز العظام على امتصاصها، أفرزت كمية من الكالسيوم في البول. رقم 3 راح يخفض أو ينخفض مستوى الكالسيوم في الدم نتيجة الإجراءين اللي قام بهم هرمون الكاليستونين. فبالتالي عندي غدة أخرى تسمى بالهرمونات أو عفواً الغدد جارات الدرقية. هذه الغدد جارات الدرقية، سميتها جارات درقية لأنها تكون بالقرب من الغدة الدرقية. فما هي أهمية جارات الدرقية؟ هي التي تقوم بإفراز هرمون يسمى هرمون جار درقي. ما هي أهمية هرمون الجار درقي؟ هرمون جار درقي يرفع من مستوى الكالسيوم في الجسم. إمساع الهرمون قلنا عنه هرمون اللي هو السابق اللي أخذناه كان يعمل على تخفيض مستوى الكالسيوم، أما بالنسبة لهرمون جار درقي عمل على رفع مستوى الكالسيوم. شنو الإجراءات اللي يقوم بها هرمون جار درقي؟ راح يقوم بإطلاق الكالسيوم من العظام، يعني تماما عكس الهرمون السابق. زيادة امتصاص الكالسيوم من الغذاء. رقم 3 يحفز الكليتان على امتصاص كميات أكبر من الكالسيوم من البول قبل أن يطرح خارج الجسم. فهناك تضاد ما بين الهرمونان، ما بين هرمون الغدة الدرقية وهرمون جارات درقية. غدة البنكرياس، ما هي أهمية غدة البنكرياس؟ رابعا ننتقل إلى الغدة الجديدة هي غدة البنكرياس. أهميتها
راح تفرز لنا هرمون الأنسولين، هاي رقم واحد. رقم اثنين عندي هرمون الجلوكاجون. نتعرف على هرمون الأنسولين وأهمية هرمون الجلوكاجون. هرمون الأنسولين يعمل على تخزين أي سكر، سكر الجلوكوز. لابد من معرفة أنه يتم تخزين سكر الجلوكوز بواسطة أو بعملية آلية هرمون الأنسولين في الكبد والعضلات. الهرمون الآخر هو عبارة عن هرمون الجلوكاجون، يعمل على تكسير الجلايكوجين إلى الجلوكوز. من وين بكسرة؟ بكسرة من الكبد والعضلات، فبالتالي يطلقه إلى مجرى الدم. فالهرمونان هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاجون يعملان معا للحفاظ على الاتزان الداخلي لجسم الإنسان. ننتقل إلى مرض يسمى به مرض السكري. هناك نوعان من مرض السكري، فالإصابة بمرض السكري ممكن أن يحدث من النوع الأول أو من النوع الثاني. ما الفرق ما بين النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكر؟ بداية، مرض أو النوع الأول من مرض السكري يصاب به من عمر 20 سنة. يعني ما هو سبب هذه الإصابة؟ سببه عدم إفراز الجسم للأنسولين. أما بالنسبة إلى النوع الثاني يصاب به 70 إلى 80% من عمر 40 سنة. يعني الأشخاص المصابين من النوع الثاني تكون نسبتهم أكثر من النوع الأول، والسبب هو عدم حساسية خلايا الجسم إلى الأنسولين. ما هي مضاعفات مرضى السكر؟ ما هي المضاعفات التي من الممكن أن تحدث لمرضى السكري؟ في البداية ممكن أن يعانون من أمراض القلب، تلف في شبكية العين، كذلك الحموضة. فلذلك يجب مراقبة مستوى الجلوكوز في الدم للأشخاص الذين يعانون من السكر. ننتقل إلى غدة جديدة وهي الغدة الكظرية أو تسمى بفوق كلوية. ألاحظ هذه الكلية فوق عبارة عن الغدة الكظرية. عندي كليتان في جسم الإنسان، هذه الغدة الكظرية. ما هي أهمية هذه الغدة؟ أهمية الغدة الكظرية تعمل على إفراز هرمون يسمى بالألدوستيرون. الألدوستيرون يعمل على إفرازه، أو من وين تفرز هذا الهرمون؟ يفرز من قشرة الغدة. فكما تفرز الغدة هرمونات الجلوكوز القشرة الدهنية مثل الكورتيزول، وتفرز من نخاع الغدة. فهرمونات قشرة الغدد الكظرية اللي هي فوق الكلوية عندي نوعين. النوع الأول يسمى بهرمون الألدوستيرون. ما هي أهمية هذا الهرمون؟ هدف هذا الهرمون هو الكلية، يعمل على تحفيزها على إعادة امتصاص أيونات الصوديوم. فهذه أهمية أي هرمون؟ الألدوستيرون. النوع الثاني يسمى بهرمونات الجلوكوز القشرية الدهنية. ما هو هدف هذا الهرمون؟ زيادة مستوى الجلوكوز في الدم، مما يقلل من الالتهابات. فعندي نوعان من الهرمونات، قشرة الغدد الكظرية أو تسمى فوق الكلوية، نفس ما لاحظنا موقعها بيكون فوق الكلية. النوع الآخر نفسها من هرمونات الغدد الكظرية، ولكن تفرز من النخاع. هرمونات نخاع الغدد الكظرية تفرز هرموناتها متى؟ في حالة المواقف الحرجة أو ردات الفعل مثل الخوف، التوتر. فبالتالي عندي هذا الهرمون يسمى بهرمون الإبينفرين أو الأدرينالين. ماذا يعمل هذا الهرمون؟ شنو آلية عمله؟ ما هي أهم الأحداث اللي راح تصير في جسم الإنسان نتيجة إفراز هذا الهرمون؟ رقم واحد، تزيد من معدل نبضات القلب، يرفع من ضغط الدم، يزيد من عملية التنفس. رقم أربعة، يزيد من مستوى السكر في الدم. فلو لاحظنا هذه الغدة الكظرية كما أشرت إليها سابقاً،
تقع فوق الكلية. عندي هنا النخاع، النخاع يعني نفس ما لاحظ في الداخل هاي المنطقة أسميها النخاع. أما بالنسبة إلى القشرة أي متمثلة في الجزء الخارجي من الغدة. هذا هني الفرق ما بين النخاع وما بين القشرة. فالغدة الكظرية أو فوق كلوية من أهم الأحداث اللي راح تحدث لجسم الإنسان. ارتفاع معدل التنفس، ارتفاع معدل التنفس من الممكن تزيد من مستوى السكر بالدم، ارتفاع ضغط الدم، اتساع حدقة العين. نفس ما قلنا متى تحدث هاي الأحداث؟ في حالة التوتر وفي حالة الخوف. زيادة نبضات القلب فتزيد انقباضات المعدة، زيادة التعرق. فكل هذه العلامات أو الإشارات نتيجة إفراز هرمون الإبينفرين اللي هو الإدرينالين. أعزائي الطلبة، شكرا لحسن استماعكم وأتمنى لكم الاستفادة.